بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. أما بعد، نكمل قراءة الفصل الأول من الرسالة القشيرية للإمام القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. يقول في ملخص اعتقاد أهل الطائفة وهم أهل الصوفية، وقال أبو الحسين النوري بغدادي المولد والمنشأ من أقران سيدنا الإمام الجنيد، توفي سنة 295 هجرية، مكتوب في هامش الكتاب عندي. وقال أبو الحسين النوري: شاهد الحق القلوب فلم ير قلبا أشوق إليه من قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأكرمه بالمعراج تعجيلا للرؤية والمكالمة. شاهد إذا وصفت نسبت للعبد تبقى بمعنى حدوث الرؤية، بمعنى أمر حدث، أما إذا نسبت إلى الله فبمعنى العلم أو بمعنى الخلق الموافق للعلم، أي أن الله خلق قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم موافقا لعلمه، فلم ير قلبا أشوق، فلم يخلق قلبا أشوق، فلم ير هنا بمعنى الخلق أيضا، فلم ير قلبا أشوق إليه من قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكونه مقدسا ومنزها عن سائر الحظوظ. قلب النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن كل ما سوى الله، قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهبط التعينات الصفاتية الجلالية والجمالية، فكان في منتهى الكمالات، لأن الجلال والجمال هو الكمال، فكان قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهبط للتجليات ومحط نظر التعينات الصفاتية لله عز وجل، فكان الإنسان الكامل. وتكلمنا في الجلسة السابقة على معنى في شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لما غسلوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوا قلبه منه وقالوا هذا حظ الشيطان، قلنا أن هذا الحظ ليس حظ الغواية، ولكنه حظ الشيطان من رحمة قلب النبي، لأن النبي رحمة للعالمين والشيطان من العالمين، فكان لابد أن يخرج من قلب النبي كما طرد من رحمة الله أولا، فهذا هو حظ الشيطان من رحمة قلب النبي، وليس حظ الشيطان من غواية قلب النبي. فأكرمه الله بالمعراج، أكرمه الله بالمعراج حال حياته الدنيوية، ولم يحدث ذلك لأحد من خلقه سبحانه وتعالى، تعجيلا للرؤية والمكالمة. كلما اشتد شوقك إلى الله كلما تعجل معراجك إليه، هذا لكل الخلق، ولكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس شوقا إلى الله عجله له في حال حياته، فعرج به إلى قاب قوسين أو أدنى تعجيلا للرؤية والمكالمة. وقاب قوسين اللي هو ما بين الصفات المتناقضة في الظاهر المتكاملة في الحقيقة، الضار النافع تقابل، لكن في الحقيقة فيها تكامل، القابض الباسط في ظاهرها تعارض وفي الحقيقة تكامل، فكأن بين قوس الصفات المتعارضة في الظاهر هذا هو قاب القوسين الذي حدث فيه التعلقات القلبية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فظهرت آثار الصفات جميعها بجميع تقابلاتها في هذا القلب أو أدنى، وهي تعلقات الذات،
فهناك تعلقات ذاتية وتعلقات صفاتية. هذا مفهوم الصوفية في معنى الآية أو بعض الصوفية، لكن في مفاهيم كثيرة. فأكرمه بالمعراج، والمعراج معنى الصعود، والصعود هنا كان صعود ارتفاع حسي والمقصود به ارتفاع مكانة، فكان ارتفاع حسي فوق السماوات العلى لا ليكون أقرب إلى الله مكانا، ولكن ليكون أعلى مكانا على الخلق وأقرب منزلة من الله. فالعلاقة علاقة منزلة وعلاقة مكانة لا علاقة مكان، لأن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده حيثما كانوا، لأن المسألة مش مسألة قرب مكاني بقدر ما هي قرب مكانة وعلو مكانة. وبعض الناس لا يفهم هذا، يقولون مثلا ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى وسيلة ولا يحتاج إلى سبب، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني، يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج واسطة. مش بيقولوا كده جماعة الوهابية؟ هم مش فاهمين الآية. هنا ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه، وأنت يا عبد تتكلم عن نفسك، فكل واحد يتكلم عن نفسه. ربك سبحانه وتعالى لا يحتاج لشيء، فربك سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى واسطة، ولكن أنت المحتاج، أنت العبد محتاج، في فرق كبير. فبيستدلوا بالآية بمعنى مختلف. وبتغوا إليه الوسيلة، مش ربنا بيقول وبتغوا إليه الوسيلة، أي السبب الموصل إليه، فأنت محتاج للسبب والله لا يحتاج لسبب، ولذا وجب على العبد أن يتخذ السبب الموصل إلى الله واجب قطعا. والسبب في الآية واضح، إذا سألك فأنت السبب، فالنبي هنا هو الوسيلة، واضح في الآية واضح. وإذا سألك أي لا يصلون إلي إلا إذا سألوك، فكنت أنت الواسطة للوصول، دي واضحة. عبادي عني فإني قريب، يقول عن نفسه أنه قريب، ولكن أنت البعيد، أنت البعيد، هو قريب سبحانه، لكن أنت البعيد بشهواتك بأهوائك بحجابك بانشغالك. فلما كنت بعيد عنه وهو قريب احتجت لمن يوضح لك هذا الأمر ويوصلك إلى ما غاب عنك وهو قريب إليه، وهذا الذي احتجت إليه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاتا وصفاتا وشريعة وسنة صلى الله عليه وآله وسلم. أدي معنى الآية اللي هم قاعدين قلبين دماغ الناس عليها، تيجي تقول اللهم من يسألك بجاه نبيك، يقول لك ربنا مش عايز وسط. أنا طب اللي عايز وسط، النبي ربنا مش عايز وسط، أنا اللي عايزه، أنا اللي محتاجه، ربنا لا يحتاج لي شيء، لكن أنا احتجت إلى أشياء كثيرة، خلقني مفتقرا إلى كل شيء حتى أستشعر أن كل شيء بيده، فلا أفتقر إلا له، لا للأشياء، لأني إذا افتقرت إلى الأشياء في الصورة صرت عبدا لها، فجعلني مفتقرا لكل شيء وجعل كل شيء بيده حتى أستشعر افتقاري له سبحانه وتعالى، لا إلى الأشياء ذاتها، ولكن مع قيامي بالأشياء، قيامي بالأشياء وهو الأخذ بالأسباب. وعلشان كده هنا فأكرمه بالمعراج، أي الصعود، الصعود الحسي والصعود المعنوي، الارتفاع الحسي والارتفاع المعنوي. الارتفاع المعنوي وهو الصعود إلى السماوات العلى، هذا حسي، والمعنوي هي قرب المكانة وعلو المكانة، تعجيلا للرؤية والمكالمة، أي بدون وساطة ملك ولا وساطة حرف ولا صوت، فكلمه بلا وسطة حتى بلا حرف ولا صوت، فانقشعت كل الوسائط فلم يكن هناك أي واسطة. شيء عجيب، هذا من باب الإكرام العالي لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تمناه سيدنا موسى من قبل ذلك فلم يصل إليه، لأن لكل مقام وما منا إلا له مقام معلوم. قال سيدنا موسى ربي أرني أنظر إليك، أي الآن، قال لن تراني، أي الآن أيضا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طلب الرؤية سيدنا موسى، وسيدنا محمد طلب للرؤية، فرق كبير.
طلب الرؤية وهو على الأرض، وسيدنا رسول الله طلب على الرؤية وهو في أطهر بقعة حيث لم يعصى الله قط، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. هذا ليبين فرق المقامات، فمقام النبي عالي لا يعلم قدره إلا الله، حتى أن سيدنا موسى وهو نبي أولي عزم من الرسل، بل هو ثالث أفضل خلق الله على الإطلاق، الأول سيدنا محمد، ثانيا سيدنا إبراهيم، ثالثا سيدنا موسى، ثالث أفضل خلق الله سيدنا موسى، يتمنى أن يكون من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لبيان علو مقامه صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو جهة العلو هنا جهة تطهير تنزيه، حيث أن السماء لم يعصى فيها الله قط، عصي في الأرض، فصارت السماء موضع التطهير، ولذا جعلها الله قبلة الدعاء، فجعل السماء قبلة للدعاء، وجعل نحن قلنا خلاص الحتة دي حسمناها، احنا قلنا اي ظرف زماني او مكاني تعلق بالله فقد معناه الزمان والمكان، دي سهلة دي حسمناها لك، واخد بالك ازاي؟ فوق عباده، لا بمعنى المكان ولا بمعنى الجهة، معنى المكانة، معنى القهر، معنى القوة، لا بالمعنى الجهة في المكان، واضح، لأن الجهات مخلوقة. فأكرمه بالمعراج تعجيلا للرؤية والمكالمة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى، لأن سيدنا يونس بن متى كان معراجه في بطن الحوت، وكان معراج رسول الله عند سدرة المنتهى، فقال: لا تفضلوني بقرب المكان، ولكنها هي المكانة، لا تفضلوني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الجهات، لا تظن أن الله كان أقرب إلى رسول الله مكانا وهو عند سدرة المنتهى، وهو أبعد عن سيدنا يونس بن متى وهو في بطن الحوت في الظلمات، بل قرب الله واحد سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولا هنبقى نرجع تاني زي فرعون، قال: يا هامان لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلهي موسى، كان يعتقد بالجهة ويظن الحكاية جهة، عايز يطلع يعمل برج ويطلع فوق علشان يقرب، ده اعتقاد الكفار، اعتقاد الجهات، ولكن نحن لا نتشبه بهم، لأن الجهات مخلوقة والجهات تتغير، والله لا يتغير سبحانه. كلها علو مكانة مش مكان، كل ما هو متعلق بالله عز وجل من معية أو من ظرفية تفقد معناها الزمان والمكان، لأن المعنى الزمان والمكان مخلوق خلاص، والله سبحانه وتعالى لا تتعلق به صفات مخلوق، صفاته قديمة بقدم الذات سبحانه وتعالى. سمعت الإمام أبا بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله تعالى يقول، هو ابن فورك ده، أبو بكر بن فورك ده هو اللي قال في حديث الجارية اللي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فأشارت إلى السماء، هو ده يعني المصدر بتاعهم الأساسي لأهل الجهة اللي قالوا بالجهة، يقول لك حديث الجارية: أشارت إلى السماء فقال: دعي إنها مؤمن. قال ابن فورك: قال الإشارة تقتضي معنيان، معنى مكاني ومعنى تنزيهي، كويس؟ فالإشارة إلى العلو بمعنى علو المكانة أو علو المكان، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعها إنها مؤمنة، لأنها أشارت إلى العلو بقصد علو المكانة لا علو المكان، فهي إشارة تنزيه لا إشارة تحديد، ولذا جعل الله سبحانه وتعالى السماء قبلة الدعاء، لأنها هي موضع التطهير، وليس معناها أن الله سبحانه وتعالى في السماء على ما يقولون، بمعنى في الظرفية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، طب اشمعنى ما قلناش في الأرض؟ طيب فما هو سبحانه، القرآن كله هو، اشمعنى خده في السماء؟ ولذا ابن كثير لما تأثر بابن تيمية شيخه في هذه الأمور، وهو قائل بالجهة ابن تيمية ومن سار على نهجه، أو كما وصل إلينا من كتبه الله أعلم هو قال ذلك أم دخل على كلامه، ابن كثير تأثر بشيخه، ولذا قال في تفسيره:
وهو الذي في السماء إله وقف لازم. قال كده في تفسيره عشان يبين تأثره بشيخه. قال وهو الذي في السماء إله، حط ميم، وقف لازم، وفي الأرض إله وهو، علشان يعني تبقى الحكاية بعد كده. مين قال إنه وقف؟ ده هو الوحيد اللي قال كده ابن كثير، حتى لا تغتر بما تقرأه. لا مش شرط كل أخرس لا يسمع. مش شرط. وقالوا أنها كانت تتكلم ولا تحسن الكلام، يعني كده إيه، حروفها مش واضحة. فلما أشارت أشارت وأرادت التنزيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعها إنها مؤمنة لأنها نزهت. زي ما نقول إحنا إيه؟ نقول فلان ده فوق قوي، يعني مستواه عالي قوي. ممكن يبقى قاعد تحتك، ساكن تحتك. لكن هو قدره تقوم ده فوق قوي. وأنت ساكن فوق السطوح وهو في الدور الأولاني. تقصد فوقية مكانة. مش كده برضه؟ كلامنا العادي كده مع بعضنا. فتيجي في الله نخليه حسي اذا كان احنا مع بعضنا بنقول كده. حاجات غريبه يعني. الاستواء معلوم، معلوم بالنص ولا معلوم بايه؟ الاستواء غير مجهول على فكره. النص اللي قالوه كده ده هم كلهم قالوا النص الامام مالك غلط. ده نص الامام مالك قال كلام ستنا ام سلمه. اول من سئلت عن الاستواء ستنا ام سلمه. قالت الاستواء غير مجهول. والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. وكرر كلامها الامام مالك. الاستواء غير مجهول، يعني الاستواء بمعناه الحقيقي غير مجهول. واخد بالك ازاي؟ غير مجهول بمعناه الحقيقي. ولكن معلوم بالعقل ان معناه الحقيقي ليس بمعنى الحمل اذا عرض لله عز وجل. والايمان باللفظ به واجب لا بمعناه، والايمان بلفظه واجب لانه جاء في القران. والسؤال عنه بدعه. واخد بالك ازاي؟ بس لان اذا ظن انسان ان الاستواء بمعنى الحمل فيصير الله محمول، يعني شيء عجيب قوي. ده كل ما على في الاكوان في قبضته سبحانه وتعالى. هل خرج العرش عن 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 الاكوان؟ هل تعتبر العباره عند غير المتمكن الايمان المجمع؟ هو الانسان العادي البسيط عمره ما يجي في باله المعنى القبيح اللي فهموه الجماعة التانية. اما تقول استوى الملك على عرش مصر، يعني صار بيده الامر والنهي. واضحة. خلاص. اذا كان كده في البشر. مش عايزها ليه في رب العالمين؟ عايزها ليه بمعنى الجلوس والاستقرار والحمد؟ اذا كان العرش مخلوق، هل طرأ على الله تغير بعد خلق العرش فصار محمولا بعد خلق العرش؟ ده شيء حادث. العرش نفسه مخلوق. طب كان اين الله قبل خلق العرش؟ حيث كان بعد خلق العرش. يبقى الاستواء بمعنى التدبير. ولذا ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر، يفصل الايات. الايات واضحة. امشي السياق تفهم. قال ثم استوى على العرش ايه؟ يدبر الامر. فالاستواء هو التدبير. ايوه. استعجب. ده استعجاب، استفهام استنكاري. يستنكر ان ممكن يخطر في بال انسان ان الله يكون محمود. الله مستغن عن كل شيء. ثم ان العرش مخلوق، فكيف تتعلق بالله صفه مخلوقه ويعتبروها صفه؟ اولا دي اضافات، جعلوا الصفات الاضافيه، واخد بالك، جعلوها صفات قديمه، ودي اضافه، صفه اضافيه، دي اسمها صفه اضافيه، واخد بالك. فالصفه الاضافيه دي صفه مخلوقه، زي ونفخت فيه من روحي، دي صفه اضافيه، اضافه، اضاف الروح لنفسه، اضافه تشريف. ادي المساله. فدي كلها صفات اضافيه وليست صفات حقيقيه، فلا يجعلوها صفات حقيقيه. فهمت؟ هم اخطاوا، جعلوا الصفات الاضافيه صفات حقيقيه، فوقعوا في مشكله كبيره. سمعت الامام ابا بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله تعالى يقول: سمعت محمد بن المحبوب خادم ابي عثمان المغربي يقول:
قال لي أبو عثمان المغربي يوما، بيسأله، بيسأل محمد بن المحبوب ده خادم سيدي أبو عثمان المغربي وكان من كبار الصوفية، بيسأل الخادم بتاعه بيقول له إيه يا محمد، لو قال لك أحد أين معبودك إيش تقول؟ إيش دي بمعنى إيه؟ أي شيء تقول بس بلغة المغرب إيش تقول؟ قال قلت أقول حيث لم يزل. قال فإن قال أين كان في الأزل إيش تقول؟ قال قلت أقول حيث هو الآن، يعني أنه كما كان ولا مكان فهو الآن على ما كان. واضح. قال فارتضى مني ذلك ونزع قميصه وأعطاني هدي. واخد بالك؟ عجبوا الإجابة، مربيه ده الخادم بتاعه بيربيه بقى على إيد. سمعت الإمام أبا بكر بن فورك رحمه الله تعالى يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول، أبو عثمان اللي كان بيسأل الخادم بتاعه كان بيقول بقى على نفسه إيه، كنت أعتقد شيئا من حديث الجهة، حديث الجهة أن الله فوق بجهة وأنه مستوى على العرش بإيه بالحمل بالاستقرار، فبيقول كنت أعتقد شيئا من حديث الجهة، يعني كان وهاب قبل ما الوهابية تطلع. فلما قدمت بغداد زال ذلك عن قلبي. لما راح بغداد وقعد بقى مع اهل الصوفية زي ائمة الصوفية الكبار، واخد بالك، هناك وفهموه، زال ذلك عن قلبي. فكتبت الى اصحابنا بمكة اني اسلمت الان اسلاما جديدا. سمعت محمد بن الحسين السلمي رحمه الله يقول سمعت ابا عثمان المغربي يقول وقد سئل عن الخلق، بيسأل عن الخلق مخلوقات الله يعني، فقال قوالب وأشباح تجري عليهم أحكام القدرة. القدرة دي صفة تأثير، والإرادة صفة تخصيص، والعلم صفة كشف. فالله قادر عالم مريد، مش كده برضو؟ فالقدرة صفة تأثير، والإرادة صفة تخصيص تخصص القدرة فتأتي على وفق العلم القديم. هي دي المسألة. والخلق من صفات القدرة ومن صفات الإرادة، تأتي على وفق العلم القديم. فما هي إلا أشباح يحدث فيها مراد الله في قدره سبحانه وتعالى. وطبعا لها تعلقان، القدرة صفة التأثير دي لها تعلقان زي ما بيقول علماء أهل السنة، لها تعلق صلاحي أو صلوحي قديم وتعلق تنجيزي حادث. تعلق صلاحي او صلوحي قديم، يعني الله قادر قبل ان تظهر للقدرة اثار، فقبل ان تظهر اثار القدرة كان في علم الله القديم اثرها قبل ان تظهر، فاهم ازاي؟ ولكن قبل ظهورها كان تعلقها بما في علم الله تعلق صلوحي قديم، فلما توجهت الإرادة للقدرة فأظهرت مراد الله على وفق علمه القديم صار هناك تعلق تنجيزي حادث. فهمت ازاي؟ سهلة دي، حلوها المشكلة علشان يردوا على الفلاسفة اللي قالوا بقدم العوالم. فهمت ازاي؟ قالوا بقدم العوالم، قالوا طالما خالق يبقى لابد ان هناك مخلوق على طول كده، وهو خالق منذ القدم يبقى المخلوق منذ القدم، فقالوا بقدم العوالم فكفروا. أهل السنة حلوا الإشكال ده وقالوا لا، هو خالق قبل أن يخلق، وصفة الخالقية كان لها تعلق صلوحي قديم موافقا للعلم القديم، ثم بعد ذلك لما توجهت الإرادة إلى القدرة فتعينت وظهرت أثرها فصارت لها تعلق تنجيزي حادث، أي منجز يعني حدث على وفق إيه؟ علم الله القديم. فالمسألة لها اعتبارين، خلافا طبعا للمعتزلة بأن العبد يخلق أفعاله، يبقى هو كمان كان بيرد هنا على المعتزلة اللي قالوا أن العبد يخلق أفعاله وأن الأمر أنف يعني مستأنف، يعني الله لا يعلم اختيار العبد قبل أن يختار، فنفوا عن الله صفة العلم مخافة أن يثبتوا له العلم مع التأثير فيصيروا
الله سبحانه وتعالى بهذا يجبر العباد على الأفعال ثم يحاسبهم عليها، وهذا محال عقل. كيف يجبرهم على فعل يحاسبهم عليه بعد ذلك؟ هذا محال عقل. فنفوا الجبرية وأدى نفي الجبرية إلى نفي علم الله باختيار العبد مقدما، فجعلوا العبد يخلق أفعاله. كل ده بمفهوم العقل عنده. وقال الواسطي: لما كانت الأرواح والأجساد قامتا بالله وظهرتا به لا بذواتها، كذلك قامت الخطرات والحركات بالله لا بذواتها، إذ الحركات والخطرات فروع الأجساد والأرواح. يعني إيه؟ لما كانت الأرواح والأجساد قامتا بالله، أي خلقتا بالله بأمر الله، وأمدتا وجودها بعد خلقها بالله أيضا، فلولا مدد الله لها ما استمرت وجودا بعدما أوجدها وخلقها أولا. والأرواح من عالم الأمر، والأجساد من عالم التركيب. الأرواح من عالم الأمر، كن فيكون، الأرواح هكذا، والأجساد كذلك، ولكن الأجساد مركبات والأرواح ليست مركبات. وظهرتا به بالله لا بذواتها لا بنفسها، كذلك قامت الخطرات، والخطرات تابعة للأرواح، والحركات تابعة للأجساد، كذلك قامت الخطرات والحركات بالله. فالخطرات هي حركة الأرواح، والحركة في الحس هي حركة الأجساد. فهمت ازاي؟ نعم. والحركة عرض، والخطر عرض، والعرض يحتاج للمحل اللي يظهر فيه، فهو أضعف من الايه؟ من المحل، لأن لولا المحل ما ظهر. فكأن الخطر أو الخطرات تحتاج للأرواح لتظهر فيها. فإذا كانت الأرواح قامت بالله، يبقى الخطرات من باب أول، قامت بالله من باب أولى، لأنها أشد افتقارا. فهمت؟ وإذا كانت الحركات قامت بالأجساد، والأجساد قامت بالله، فتكون الحركات أقل وأكثر افتقارا من الأجساد. فهمت إزاي؟ فالكل مفتقر إلى الله حركة وجسما وخطرة وروحا. لما كانت الأرواح والأجساد قامتا بالله وظهرتا به لا بذواتها، كذلك قامت الخطرات والحركات بالله لا بذواتها لا بنفسها، إذ الحركات والخطرات فروع الأجساد والأرواح، إذ الحركات والخطرات فروع الأجساد والأرواح. بيسموه إيه؟ بيسموه عطف مرتب، مش كده برضو؟ عطف مرتب، ترتبها كده، قول إذ الحركات والخطرات فروع إيه؟ الأجساد الأول متعلقة بالحركات، والأرواح متعلقة بالخطرات. يسموه إيه؟ لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب. قد يأتي اللف والنشر مرتب، وقد يأتي غير مرتب، وجاء في القرآن كده مرتب وغير مرتب في القرآن. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل، لتسكنوا فيه يعني الليل، ولتبتغوا من فضل النهار. هنا لف ونشر مرتب، وبرضو ايه الغير مرتب؟ لا، اللي هي في سورة آل عمران، آية ايه؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، بدأ بالمسود الأول وبعدين قال وأما الذين ابيض، يبقى دي لف ونشر إيه؟ مفرق أو إيه؟ أو معكوس أو غير مرتب. يبقى جاء كده وجاء كده، هنا برضو عمل لف ونشر بس مرتب، فجعل الحركات وجاب بعدها الأجساد، وجعل الخطرات بعدها جاب الأرواح. فهمت إزاي؟ يبقى حط دي مكان دي ودي مكان دي. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم. لو كان مرتب كان يبتدي بالأبيض، ابتدى بالأسود،
واخد بالك ازاي؟ فدل على ان كلام العرب يجوز فيه اللف والنثر المرتب وغير المرتب في كلام العرب. صرح بهذا الكلام ان اكساب العباد مخلوقة لله تعالى، يعني كسب العبد حركته دي عرض قائم بالجسد. اذا كان الجسد قائم بالله يبقى كسبه قائم بالله من باب اول. بيرد على المعتزلة اللي قالوا ان اكساب العباد ايه؟ ما يخلقها العبد نفسه. فهمت ازاي؟ قاعد يرد على المعتزلة وانت مش واخد بالك، لانه كانوا منتشرين في عصره. المعتزلة كانوا زي ما الوهابية كانوا ايه قاعدين يقلقونا كده الايام دي، كان المعتزلة قلقاه في الفترة دي. ما هو في كل وقت لازم تلاقي برغوت كده. واخد بالك ازاي؟ عشان ربنا يختبر بيه العباد. فهم برغوت هذا الزمان هم الوهابية. ما يجراش حاجة. اقصى حاجة هنروح هرشين كده وخلاص وبتاعين. ونقعد نسبح ربنا بقى. وبعدين بيصحونا لصلاة الفجر، البرغوث حلو بقى يصحي لصلاة الفجر. وبعدين بيهيج فيك حبك للنبي. واخد بالك؟ لما تلاقي واحد كده متضايق تقول سيدنا محمد، تروح يهيج فيك حب النبي. صح ولا لا؟ لما يقول لك كده يبقى برضه نفعك. زي ما بيهيج البرغوث جسمك كده ويخليك تهرش وحمر، برضه بيخلي ضميرك ايه يهيص كده، وتلاقي نفسك ايه قاعد تدافع عن النبي. يعني هم خلونا ناخد ثواب كبير، قعدنا ندافع عن النبي وقعدنا نعلمهم التوحيد وقعدنا نقول لهم لا ربنا لا بيجيها، يبقى هم افادونا برضه من حيث لا نحتسب، ورب ضرة نافعة. صرح بهذا الكلام ان اكساب العباد مخلوقة لله تعالى، لان كسب العبد عرض قائم بجسمه وهي حركة الجسم عرض. فهمت ازاي؟ فاذا كان الجسم نفسه قائم بالله يبقى العرض اللي هو افقر من الجسم من باب اولى قائم بالله. فهمت المسألة؟ بقى بيرد عليهم بدليل عقلي، مش هم بتوع عقل بقى، عايز يرد عليهم بدليل عقلي. وكما انه لا خالق للجواهر الا الله، والجوهر اقوى من العرض. فهمت ازاي؟ فكذلك لا خالق للاعراض الا الله، الا الله تعالى. مش كده برضو؟ سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت محمد بن عبد الله يقول، سمعت أبا جعفر الصيدلاني يقول، سمعت أبا سعيد الخراز يقول. بيقول هنا أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز من بغداد، توفي سنة 277 هجرية، شيخ الصوفية عارف بالله. يقول لك الصوفية ضلالية، المهم في القرون الثلاثة الأولى هو. خير القرون قرني ثم الذين آمنوا ثم الذين آمنوا. يقول لك ليه بتسموهم صوفية؟ احنا ما سميناهمش، ده احنا اتولدنا لقيناهم متسمين جاهزين، احنا ما سميناهمش خالص. يقولوا انتوا ليه بتقولوا على يا عم احنا ما سمي... ده احنا جينا لقيناهم، لقيناهم قبلنا ب 1200 سنه و 1300 سنه، احنا مالنا؟ هو احنا اللي عملناهم؟ حاجات غريبه. بيقول ايه بقى سيدنا ابو سعيد الخراز؟ سيدنا ابو سعيد الخراز يقول: من ظن انه ببذل الجهد يصل الى مطلوبه فمتعنن، ومن ظن انه بغير الجهد يصل فمتمنن. شفت الجمال؟ هم دول اللي فهموا الحقيقه والشريعه في ان واحد، اللي جمعوا بين الحقيقه والشريعه في ان واحد. من ظن انه ببذل الجهد يعني في الطاعه والعباده يصل الى مطلوبه وهو مراده من الوصول الى حضره الله عز وجل، حضره القرب، فمتعنن يعني متعب نفسه. لأن مهما بذل من جهد وهو فاهم إنه كل ما هيبذل جهد زيادة هيوصل، لأنه هيوصل بمجهوده، يبقى كده هيتعب نفسه. طيب أمال يعمل إيه؟ يبقى ده سالك غير متحقق. سالك غير متحقق. طيب، ومن ظن أنه بغير الجهد يصل فمتمنٍ، والتمني هو إنك أنت تريد شيء لا تأخذ بأسباب. ده التمني. ومن ظن انه بغير الجهد يصل فمتمنن، اللي هو انكر الشرائع وقال بالحقيقه. واللي قال بالحقيقه مباشره مع انكار الاسباب وتحجج بالاقدار دول المشركين. لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. مش قالوا كده؟ يتحججوا بالاقدار، يعني قالوا كلام حقيقه. ربنا عاب عليه، وقعوا في الشرك وتحججوا بالقدر ولم يأخذوا بأسباب التوحيد فعاب الله عليه. أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه؟ مش قالوا كده؟
يعني تحججوا بايه؟ بالاقدار. فالحجة بالاقدار مع ترك الاسباب والشرائع ده فعل المشركين، والاعتماد على الاسباب والجهد والوسائل فعل المجوس، اللي هم ايه؟ قالوا ان الانسان يصل بعمله فقط، وانكروا الاقدار، اللي هم ساروا على نهجهم بعد كده المعتزلة وقالوا ان المرء يخلق افعاله، وعشان كده قالوا على القدرية مجوس هذه الأمة، قالوا على القدرية مجوس هذه الأمة لهذا، لأن المجوس كانوا يعتقدوا أن الوصول إلى الله يكون بالجهد فقط، اللي يبذل جهد يوصل واللي ما يبذلش جهد لا، يعني كأنه يصل بجهده، إنما أوتيتوه على علم. فهمت؟ فاعتقاد الاعتماد على الجهد والعمل كالمجوس، والاعتماد على القضاء والقدر وترك العمل كالمشركين. ها؟ ايوه. طب ما يستدلوا ايه؟ ما هو الامور بيد الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. امال ايه علاقه بقى العمل بالقدر؟ ما لازم يكون في علاقه. قالوا ان العمل شرط، واخد بالك ازاي؟ العمل جعله الله شرطا ليجري القضاء على مراده القديم بس، ولذا الانسان يهتم بالعمل لكونه شرط فقط لا لكونه مؤثر في القضاء، فهو شرط غير مؤثر، شرط، والشرط علامة، فالعمل الصالح علامة على حسن الخاتمة، ولكن المؤثر هو علم الله القديم، خلق خلقا للجنة وخلقا للنار من الأول. فهمت ازاي؟ لكن جعل لنا علامات في الدنيا نعرفها ازاي؟ نعرف خلق الله اللي خلقهم للجنة، نبص عليهم نلاقيهم من اهل اعمال الصالحة، فجعلها علامة عليهم، وجعل اهل النار علامتهم في الدنيا الخذلان والبعد عن الطاعات، فصارت علامة فقط. فهمت ازاي؟ يعني في حاجة اسمها عمل، وفي حاجة اسمها بقى الفلاح، مش كده برضو؟ العمل اللي هو في ايدك، والفلاح اللي هو في ايد الله. فهمت ازاي؟ ما هو في ايدك في الظاهر اكتسابا، وبيد الله خلقا وايجادا. فهمت ازاي؟ يعني هو العمل مش والله خلقكم وما تعملون، فينسب الى الله خلقا وايجادا، وينسب الى العبد فعلا واكتسابا. فالعمل بيدك فعلا واكتسابا واختيارا. فهمت ازاي؟ وجعله الله شرطا فقط، ولكن جعل بعد ذلك الفلاح بقدره وقضائه. يبقى العمل شرط والفلاح بقدره وقضائه، وده أمر هام، لأن لو كان الأمر بغير هذا لاعتمد الإنسان على عمله، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى ألا يعتمد أحد إلا عليه. لكن لو عمل الأمر زي ما المعتزلة عايزين، كان هيكون الاعتماد على غير الله، هيكون الاعتماد على النفس والاعتماد على العمل وعلى الجهد. فهمت المسألة؟ يبقى وصلت بنفسك، لكن ربك لا يريد أنه لا يصل إليه إلا ما أراده هو سبحانه وتعالى الفاعل المختار، فقطع العلاقة بينهما وربط العلاقة بينهما في آن واحد، فربط العلاقة بالشرطية وقطعها بالتأثير. فهمت؟ ربط العلاقة بالشرطية وقطعها بالتأثير، فالعمل لا يؤثر ولكنه شرط، فصار علامة. عشان كده في القياس للي درسوا علم الأصول في باب القياس في العلة، لما قعدوا يعرفوا العلة العلماء على مر العصور اختلفوا فيها، فقالوا هي الوصف المؤثر في الحكم، مش كده برضو؟ فاعترض، قالوا لا مؤثر إلا الله، فبلاش المؤثر دي، فقالوا هو الوصف الدال على الحكم.
فجعلها علامة ولم يجعلها مؤثرة. مش كده برضو للي دارس علم الأصول يعني؟ وقال الواسطي: المقامات أقسام قسمت ونعوت أجريت، كيف تستجلب بحركات أو تنال بسعايات. كل ده بيرد على مين؟ على اللي قالوا إن الإنسان يخلق أفعال نفسه. مش عشان ينكر العبادة، لا، مش بينكر العبادة، ينكر تأثير العبادة في القضاء والقدر، ده بينكر الحتة دي، لكن لا ينكر أهمية العبادة من حيث اكتساب العبد. فافهم، لانه ساعات الجماعه اللي يقول لك ضلالات الصوفيه يجيب لك الكلام ده ويقول لك شوف الصوفيه بينكروا الاعمال. لا، الصوفيه لا تنكر الاعمال، بل اكثر الناس اجتهادا في العبادات كانوا الصوفيه. صح؟ انظر الى حالهم تجدهم اكثر العباده، ده هم اللي كانوا مشهورين بالزهاد والعباد في كل عصر. صح ولا لا؟ يبقى لم ينكروا العمل، ولكن انكروا تاثير العمل في قضاء الله. فهمت ازاي؟ بس. المقامات اللي هي المقامات أي التي توصل إلى الله، اللي هي زي مقام التوبة ومقام الزهد ومقام الورع ومقام التوكل ومقام الصبر ومقام الرضا ومقام المحبة، واخد بالك زي، ومقام الإيثار، كلها كده مقامات توصل إلى الله عز وجل. المقامات دي كلها أرزاق من الله يوزعها كيف شاء سبحانه وتعالى، لا تكتسب بشيء، دي أرزاق. هو الرزق في حيلة؟ المقام مالكش حيلة فيه برضه. انت عليك تلتزم بالطاعة والعبادة، ويقيمك حيث أرادك، وأرادك حيث أقامك. فهمت؟ الحل انك تلتزم بالعبادة متذللا، وتقنع بما قسمه الله لك من مقامات حتى يفتح عليك، أو لا يفتح عليك، فأنت عبده في كل حال. هذه المسألة، وتسلم أمرك لله، وترضى بما أقامك فيه، هو ده الحل. إنما لا تتطلع لما لم يقمك فيه، وإلا مش هتبقى غني، هتبقى مفتقر، وعينك مبحلقة لشيء مش مقسوم لك. زي واحد كده ربنا مضيق عليه في رزقه، وقاعد يبص لأهل القصور وأهل الضياع، يعيش طول عمره مش عارف يقول الحمد لله، لكن أول ما يقنع بما أقام الله فيه تطلع الحمد لله من قلبه. فأنت لما تيجي تشوف نفسك وأنت في العبادة بتسمع مين؟ سيرة الإمام الجنيد، تقول الله ما أنا ما اتفتحش عليا زيه. تسمع سيرة الإمام عبد القادر الجيلاني، تقرا السري السقطي، العالم الأولياء الكبار اللي كانت، تقول إيه ده إحنا ما وصلناش لحاجة، تبقى أونطاجي زي اللي بيبص للناس أهل القصور وهو مش عايز يقول الحمد لله. إذا أقامك في الطاعة فنظرت إلى غيرها فقد استقللت النعمة. ده كفاية إن هو خلاك تقعد القعدة دي وغيرك قاعد في كازينو وبعض الناس نايمة من أثر الخمرة طول الليل. يبقى استفاك ولا ما استفاكش؟ يبقى ازاي تستقل هذه النعمة وغيرك كافر اصلا ما يعرفش حاجة؟ ملايين البشر كفار ما يعرفوش حاجة، وانت ربنا اكرمك حافظ قرآن، حافظ كله والله واحد، هي دي قليلة؟ حرم منها بوش وقاعد في البيت الابيض، رئيس امريكا محروم من كله والله واحد، وابسط المسلمين عنده كله والله واحد، ايه الحلاوة دي؟ يبقى تستقل ازاي ما اقامك الله فيه، علشان بتنظر للي ايه، للي ربنا اجرى عليه الكرامات، يبقى انت كده مش مؤدب مع الله. فهمت؟ وعشان كده لما تعرف الامر ده، ان الامور دي ربنا قسمها، الدنيا ارزاق قسمها بين العباد وخلاص، وترضى زي ما الدنيا ارزاق، المقامات نفسها ارزاق برضه قسمها بين العباد، فترضى بما اقامك الله فيه، تكون اغنى الناس، اغنى الناس بالله مش بالمقام. فهم؟ بالله. المقامات أقسام قسمت ونعوت أجريت، كيف تستجلب بحركات أو تنال بسعايات. ما تظنش بقى أن ربنا أكرمك ورقاك علشان أنت أصلك كويس، يوم ما يحصل لك حاجة تقول إيه، ليه يا رب أنا عملت إيه بس في دنيايا تعمل كده؟ يعني أنت كنت شايف نفسك ما تستحقش، شايف نفسك حاجة كبيرة أوي، واخد بالك؟ ولما يحصل لك خير تقول اه اصل انا ايه؟ الحمد لله ما يفوتنيش فرد. يبقى اعتبر نفسه اذا جاءت النعمه الي انه استجلبها بسعاياته وحركاته، وانه اذا اصابه ضر اصابه ضر وهو لا يستحقه، فاتهم الله دون ان يدري. يبقى دي اساءة ادب. فهمت المساله؟
لانه ظن ان هو يصل للامور دي بسعيه وبحركته، لكن الامر لا، الامر ان الله قسمها زي ما قسم الصحة وقسم العافية وقسم العقل وقسم الذكاء وقسم المال وقسم الديانة، قسم كل حاجة سبحانه وتعالى. ترضى باسمته تبقى وليه، ما رضيتش باسمته انت حر بقى، هتبقى عبده برضه. وانت هتروح فين؟ ما انت عبد، هتروح فين؟ بس هتبعد، هتتحجب بقى، هتتحجب بتطلعك الى ما سواه وبتعلقك الى ما ليس الا بيده سبحانه وتعالى ولم يقسمه لك، فتنشغل بالمقسوم عن المقسم وبالعطاء عن المعطي وبالنعمة عن المنعم. هذه المشكلة بقى. يخرجه من مقام الولاية ولا يخرجه من مقام الإسلام؟ أيوة طبعا يخرجه من مقام الولاية، ده بداية الولاية الرضا. سيدنا أبو الحسن الشاذلي لما دخل على سيدي عبد الله بن بشيش شيخه، دلوه يعني قالوا له ان ده قطب زمانه، راح العراق ساب المغرب وراح يدور على قطب زمانه، فقابل هناك في العراق راجل من الصالحين الكبار، قال له تبحث عن قطب الزمان وهو في بلادكم؟ فرجع تاني المغرب، فربنا دله على سيدي عبد الله بن بشيش وكان قاعد في جبل من الجبال هناك، فلما قالوا له هو قاعد في الحته دي طلع، فقبل ما يقابله سمعه بايه؟ بيقول كلمة، بيقول يشكو إليك العباد من شدة التدبير وأشكو إليك من حر الرضا وبرد الرضا والمحبة. يعني ناس تانية تعبانة من الأقدار وأنا بشتكي من شدة رضايا بالأقدار، مخافة أن يكون شدة الرضا حاجب عن الفاعل المختار. فدي مقامات، يعني حتى نفس الرضا الناس تعكد تخاف منه لا يحجبها عن المقسم للأمور التي رضي بها عنه. فهمت ازاي؟ فدي كلها مقامات وتذوقات. وسئل الواسطي عن الكفر بالله أو لله، بيرد على المعتزلة. أصل المعتزلة قالوا أن الكفر هو بخلق العبد، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخلق الكفر. فهمت ازاي؟ فهو عايز يرد على المعتزل، فبيسأله هنا بيقول له عن الكفر بالله أو لله، يعني خارج عن قدرة الله ولا داخل في قدرة الله؟ فهمت ازاي؟ فقال الكفر والإيمان والدنيا والآخرة من الله وإلى الله وبالله ولله. من الله ابتداء وإيه وخلقا وإنشاء، يعني من الله ابتداء وإنشاء، وإلى الله مرجعا وانتهاء، وبالله بقاء وفناء، ولله ملكا وخلقا. في حد يقول على اعتقاده من دول العالم أو أنطجية بقى عشان تعرف ان الناس ظلموهم؟ وربنا سبحانه وتعالى بين هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عمل، يعني خلق الاثنين سبحانه وتعالى بيده كل شيء خلقا وايجادا، ونسب الى العبد فعلا واكتسابا. ولا يرضى لعباده، اي لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضاه سبحانه وتعالى شريعة ولكن يرضاه مشيئة، لأن لم يعصى إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فلو لم يرد الله أن يكون هناك كفار ما وجد كافر أصلا، لكن إرادة الله ومشيئته موجودة، فهناك إرادة ومشيئة كونية وهناك إرادة ومشيئة شرعية. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. فتكلم الله سبحانه وتعالى في القرآن بالشريعة وبالحقيقة في آن واحد ليعلم الناس. وقال الجنيد
سئل بعض العلماء عن التوحيد فقال هو اليقين، فقال السائل بين لي ما هو، يعني لسه برضو يعني السؤال ما شفاش الإجابة، قال له التوحيد، قال له اليقين، قال له طب ما هو يعني ما هو اليقين طيب، فقال هو معرفتك أن حركات الخلق وسكونهم فعل الله عز وجل وحده لا شريك له، فإذا فعلت ذلك فقد وحدته، أي نظرت أن الفاعل في الكسرة هو واحد فلم تنشغل بالكسرة عن الواحد، هذه المسألة، فلا تنسب الأفعال إلا لخالقها لا لمكتسبها، تنسب الفعل لخالقه لا لمكتسبيه، فإذا نسبت ذلك عذرت الناس، تقوم تعيش بقى بتعذر الناس، تقوم تعيش طول عمرك تحب الناس وترحمهم وتعيش طول عمرك، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان متحقق بهذا، كان الكفار يعملوا فيه اللي يعملوا ايه، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لحد ما ربك سبحانه وتعالى غفر له ذنبه قبل قومه، أي ما فعله قومه قومه قبله صلى الله عليه وسلم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي ما تقدم من ذنب قومك الكفار قبلك، لأن النبي لا يفعل الذنب أصلا، فالكاف هنا ليست نسبة المصدر لفاعله بل نسبة المصدر إلى مفعوله، من إضافة المصدر لمفعوله لا لفاعله، فكأن الذنب فعل فيه، فهمت ازاي؟ فربنا غفر له ما فعل فيه لكمال رضاه عن مراد الله، حيث كان يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. سمعت محمد بن الحسين، وإحنا قلنا أن اللي يرى الله فاعلا في الكسرة يبقى في مقام إيه؟ الجمع، يبقى اللي بيرى الله فاعلا في الكسرة يعني رأى الكسرة ولكن رأى فعل الله فيها واحد، يبقى ده موحد، ده مقام ايه؟ الجمع. والذي لا يرى إلا الله فلا يرى معه خلق، يبقى جمع الجمع، متحقق بمقام الأحدية اللي تحقق به سيدنا بلال وهم بيعذبوه، ما كانش شايف الناس دي ولا شايف بيعملوا فيه ايه، ولا كان حاسس بالألم اللي الناس كانوا شايفينه فيه، كانوا يحطوا عليه الصخرة ويجروه على الصحراء ويعملوا فيه اللي يعملوه، جسمه ينزف دم ويتحرق، وهو لا يرى إلا الأحد، فكانوا يمر عليه يستعجبه يقول أحد 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 أحد، تحقق بمقام جمع الجمع اللي كان فيه حال سيدنا بلال. بس الناس يقول لك يوم الصوفية قعدوا يقولوا كلام الصحابة ما عاشتوش، لا الصحابة كانوا عايشين، ولا انت اللي مش واخد بالك، ده الصحابة كانوا عايشين وعايشين، لكن انت اللي مخدتش بالك. وكان يذكر اسم الله بالاسم المفرد، اللي يقول لك لا ما تقولش ما تذكرش بالاسم المفرد، قول سبحان الله والحمد لله، انما ما تقولش الله 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 الله، او انت جاي، طب ما سيدنا بلال كان يقول احد 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 احد، وسيدنا رسول الله اقر، ايه المشكله يعني؟ ليه سيدنا محمد ما قالوش؟ لان سيدنا بلال كان في مقام فناء، حتى لو قال له ما كانش هيسمعه، فهمت ازاي؟ احد 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 احد، فاقره على الذكر المفرد، فما فيهاش مشكله الذكر المفرد، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ويقول لك الله، اصل الاسم المفرد كده مش جمله مفيده بقى، الله مش جمله مفيده، والله سمعت الكلام ده منهم، والله واحد مره قال لي كده، بيقول لي لا اصل الله كده من غير حاجه مش جمله مفيده، طب فين خبرها؟ قلت له الله هو مبتدا كل شيء وخبر سبحانه وتعالى، ده هي لوحدها كده فيها الكفايه، الله بس، قول كده، قول الله كده تلاقي نفسك شبعت، واللي يقولها وما يشبعش يبقى لسه مسكين مش واخد بال، اللي يقولك مش جمله يعني، امال يبقى هو ايه؟ لما الله مش جمله يبقى هو حرف، يبقى ولا حاجه حتى ولا نقطه. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت عبد الواحد بن علي يقول، سمعت عبد الواحد بن علي يقول سمعت القاسم بن القاسم يقول، سمعت محمد بن موسى الواسطي يقول،
سمعت محمد بن الحسين الجوهري يقول سمعت ذا النون المصري يقول وقد جاءه رجل فقال ادعوا الله لي، فقال إن كنت قد أيدت في عالم الغيب بصدق التوحيد فكم من دعوة مجابة قد سبقت لك، وإلا فإن النداء لا ينقذ الغرق. شوف يجيبوا لك الكلام ده ويقول لك ضلالات الصوفية. ليه بقى؟ يقول لك بينكروا الدعاء وتأثير الدعاء، بينكروا العبادة، والرسول يقول مخ الدعاء مخ العبادة، ويجيب لك كده ويقول لك عليها ضلالات الصوفية. هو مش فاهم، هو مش فاهم. سيدنا ذنون يتكلم عليه، اولا الراجل اللي جاي له ده كان قدري بينكر القدر، وكان من المعتزله متاثر بان الامر انف، فهو عايز يرده للقدر، عايز يعلمه. او ان سيدنا الامام الوسطي كان في حال، سيدنا ذنون كان في حال يغلب عليه عدم النظر للوسائط بل النظر للاقدار السابقه. ممكن الانسان يحدث عليه هذا الحال، يوم ساعتها تلاقيه يعني كيف أترجم بمقالي وهو منك برز إليك. مش كان سيدنا ابن عطاء اللي قال كده؟ أم كيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز إليك، أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك. يبقى كده أنكر الدعاء، دي حال، حال يغلب على الإنسان في أحوال معينة. زي سيدنا إبراهيم لما جاء سيدنا جبريل وهو حيرموه في النار، في الهوى كده جاء سيدنا جبريل قال له اما اليك فلا، واما ربي فعلموه بحال يغني عن سؤالي. يبقى انكر الدعاء، هتعدل على سيدك ابراهيم ابو الانبياء يا مجرم؟ ما هو مش فاهمين. دي حال تاني، حال، حال يسموه قرب القرب، حال شعور تشعر ان الله حاجه اسمها، مش القرب العادي، قرب القرب، انه من شدة قربك انه خلاص، يعني كيف تترجم له بالمقال وهو منه برز اليه، خلاص بقى. فهو ممكن يكون كان غالب عليه هذا الحال، واخد بالك ازاي؟ فما يضرش، ما دي احوال يمر بيها الناس، ولا عايزين الناس كلهم مقسدين كده، واول ما الواحد يعني يربي دقنه منهم تلاقيه يتنشى كده ومش كده ويخاف يضحك لحسن وشه يتشق، حاجة غريبة. إن كنت قد أيدت في علم الغيب بصدق التوحيد، لأن ربنا قبل قبضة لأهل النار وقبل قبضة لأهل الجنة خلاص. فبيقول له لو أنت بقدر الله من أهل التوحيد من الأول فكم من دعوة مجابة قد سبقت لك، خلاص مش محتاج بقى حاجة بقى، خلاص أنت ناجي، ناجي خلاص. وإلا وإن لم تكن من أهل التوفيق بل من أهل الخذلان فإن النداء لا ينقذ الغرق. يلا عدي، عايز يرده إلى الإيمان بقدر الله مش الاعتماد على العمل، لأن الدعاء عمل. فهمت إزاي؟ الدعاء عمل، فهو عايز يقول له لا أنت بقى من أهل العمل بقى ومعتمد على العمل وبتقول أنا بخلق أعمال نفسي، لا بقى مش هتفلح بقى. وقال الواسطي ادعى فرعون الربوبية على الكشف، ودعت المعتزلة على الستر، تقول ما شئت فعلت. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، قالها كده بالكشف كده الصريح، الصريح المريح زي ما بيقول، بدون أي مواربة، واخد بالك إزاي؟ أنا ربكم الأعلى. لكن المعتزلة قالت إيه؟ أنا رب أعمالي، أنا أفعلها وأخلقها. فادعتها على إيه؟ على الستر، تقول ما شئت فعلت، ولكن قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. العلاقة بين سر القدر والاختيار هي الآيتين دول، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله والقدر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو التكليف الشرع. فأنت مسؤول بالتكاليف الشرعية لأنك تسأل عن أفعالك ولا تسأل عن قدر الله. ولما كان قدر الله غائبا عنك وجب عليك أن تهتم بأفعالك وأعمالك،
لأنك لا تعلم ما غاب عنك. قل لا يعلم الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. فلا تحتج بالغيب الذي لا تعلمه وتترك ما أقامك فيه. فهمت إزاي؟ وقال أبو الحسين النوري: التوحيد كل خاطر يشير إلى الله تعالى بعد أن لا تزاحمه خواطر التشبيه. يعني أي خاطر يجي لك متعلق بالله عز وجل ليس فيه تشبيه ولا تجسيم يبقى هو التوحيد. فهمت إزاي؟ وأخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قال: سمعت عبد الواحد بن بكر يقول، سمعت هلال بن أحمد يقول: سئل أبو علي الرزباري عن التوحيد فقال: التوحيد استقامة القلب بإثبات مفارقة التعطيل. استقامة القلب بإثبات مفارقة التعطيل وإنكار التشبيه. مفارقة التعطيل اللي هي إلغاء الصفة، وإنكار التشبيه جعل الصفة كصفة المخلوق، جعل صفته كصفة المخلوق، ده التشبيه. والتعطيل إنكار الصفة من الأصل. فهمت إزاي؟ والتوحيد في كلمة واحدة كل ما صوره الأوهام والأفكار فالله سبحانه وتعالى بخلافه، لأن كل ما تتصوره مخلوق والله ليس بمخلوق، فيبقى لابد أن ربك يبقى بخلافه. كل ما صوره الأوهام والأفكار فالله سبحانه بخلافه، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والكاف هنا قالوا زائدة، يعني ليس مثله، واخد بالك ازاي؟ وقالوا أن الكاف ليست زائدة ولكن ليس كمثل مثله شيء. أصل الكاف هنا للتشبيه، كأن يقول لك يعني الكاف هنا كأن بتشبه أن له مثل. فهمت ازاي؟ لا، يعني إما نقول أنها غير زائدة فتبقى في مقدر ليس كمثل مثله شيء، أو أنها زائدة، واخد بالك ازاي؟ زائدة نحوية ولكنها لها معنى بلاغي، واخد بالك ازاي؟ وتبقى ليس مثله شيء. فهمت ازاي؟ بس تنفع كده وتنفع كده، هل تأويلي. وقال أبو القاسم النصرابادي: الجنة باقية بإبقائه. خد بالك من كلام الدقيق ده، الجنة. أصل كان سيدنا النصرابادي ده كان راجل علامة كبير، وكان ليه إشارات يعني قوية تدل على رسوخ مقامه. الجنة باقية بإبقائه، وذكره لك ورحمته ومحبته لك باق ببقائه. فشتان بين ما هو باق ببقائه وبين ما هو باق بإبقائه. في فرق بقى، خد بالك هنا الحتة دي مهمة. يعني خلاصتها انك تتعلق بالصفات لا بأثار الصفات، لأن صفات الله قديمة وآثار الصفات وتعيناتها في الخارج مخلوق. فالجنة كانت تعينها متعينة بآثار الصفات فهي مخلوق، فهي باقية بإيه؟ بإبقاء الله لها، وقدر أن يجعلها فانية كما كانت قبل أن تخلق، صح ولا لا؟ فهي باقية بإبقائه لأنها أفعال والأفعال مخلوقة، أما الصفات فهي قديمة. فإذا كانت رحمة الله قديمة وذكر الله قائم على علمه القديم، فذكرك له يؤدي إلى رحمته بك وذكرك إياك، وهذه الصفات قديمة ببقاء الله عز وجل، فلا تتعلق بالجنة التي هي باقية بإبقائه، بل تعلق بذكره الذي هو باق ببقائه. فهمت إزاي؟ فهمت الحتة؟ يعني تعلق بالصفات لا بأثر الصفات، تعلق بالذات الموصوفة لا تتعلق بالتعينات الخارجة عنها. فهمت ازاي؟ وإلا هتتشغل. وأما الذين نعم، ما هم في رحمة الله هم في، أيوة في رحمة الله حتى قبل أن يدخلوا. أصل الجنة أنواع، جنة الأفعال اللي هي فيها الشهوات، الأكل والشرب والحور العين والولدان وشغلان، دي جنة الأفعال. وفي جنة الوراثة اللي هي الأخلاق المحمدية، دي جنة تانية برضه.
اللي هي تأتي بالوراثة المحمدية اللي هي جنة الأخلاق المحمدية، دي وراثة. وبعدين في جنة الذات وفي جنة الصفات. جنة الذات دي جنة الروح، وجنة الصفات دي جنة القلب، لأن القلب يتعلق بالصفات والروح تتعلق بذات بارئها. فالجنان أنواع، حاجة تجنن. ربنا ينجينا. أيوة، شوف بقى كلامه حلو إزاي. الجنة باقية بإبقائه وذكره لك ورحمته ومحبته، دي متعلقات صفات بقى، صفات الله رحيم، مش دي صفة قديمة؟ نعم. خلاص. ومحبته لك باق ببقائه، لأن الحكاية كلها أصل الرحمة والمحبة والعقاب شديد العقاب، كلها صفات متعلقة بتعلق الإرادة مع القدرة. إن تعلقت الإرادة مع القدرة بالنفع كانت رحمة، وإن تعلقت الإرادة فخصصت القدرة بالضر كان العقاب. فهمت إزاي؟ فالرحمة هي تعلق الإرادة مع القدرة في جهة العباد فيرحمهم، وتعلق الإرادة مع القدرة في جهة العصاة فيعاقبهم. ففي الحقيقة هي صفة واحدة، ولكن تعلقاتها هي بس الموصوفة خارجة في العقل. وعلى شكل الحكاية مش تعددية في الحقيقة، ده هي ذات عندها قدرات سبحانه وتعالى وصفات متعددة في الخارج واحدة في الحقيقة. فهمت ازاي؟ التعدد اعتباري، التعدد اعتباري، اعتبار في الذهن خارج علشان تعرف تتصورها بس، لكن هي في الحقيقة حاجة واحدة، هي ذات موصوف سبحانه وتعالى. فشتان بين ما هو باق ببقائه وبين هو باق بإبقائه. وهذا الذي قاله الشيخ أبو القاسم النصرابادي هو غاية في التحقيق، فإن أهل الحق قالوا صفات ذات القديم سبحانه باقيات ببقائه تعالى، لأن صفاته لا تفنى. فنبه على هذه المسألة بيرد على الفلاسفة اللي قالوا أن تعدد الصفات يؤدي إلى تعدد الذوات. إحنا نقول له لا، ده هي ذات واحدة موصوفة وليست ذوات موصوفة، مش كل صفة تقتضي ذات، لا، ده هي ذات واحدة موصوفة بصفات عديدة. الله خلق آدم على صورته، مش كده برضو؟ طب ما هو آدم واحد اهو، لكن موصوف بصفات عديدة، صح ولا لا؟ عنده علم وعنده قدرة وعنده إرادة وعنده سمع وعنده بصر، وهو حاجة واحدة، صح ولا لا؟ ما تعددتش يعني. فإن أهل الحق قالوا صفات ذات القديم سبحانه باقيات ببقائه تعالى، فنبه على هذه المسألة وبين أن الباقي باق ببقاء بخلاف ما قاله مخالف أهل الحق فخلفوا الحق. أخبرنا محمد بن الحسين قال سمعت النصر بابي يقول أنت متردد بين صفات الفعل وصفات الذات، الصفات اللي هي إيه لها فعل في الخارج، وصفات الذات اللي هي قائمة بالله عز وجل، وكلاهما صفته تعالى على الحقيقة. فإذا هيمك في مقام التفرقة قارنك بصفات فعله، يعني هو مقام الفرق، ده يسموه مقام الفرق غير مقام الجمع، وفي مقام جمع الجمع. فإذا هيمك في مقام التفرقة قارنك بصفات فعله، يعني ترى الأفعال متعددة، فهمت ازاي؟ فتنشغل بها وأنت تعلم أنها من الله، لكن تراها متعددة، فانشغلت بالتعدد فتفرقت، فلا مقام اسمه الفرق. في ناس متحققة به أولياء، واخد بالك؟ فإذا هيمك في مقام التفرقة قارنك بصفات فعله، وإذا بلغك إلى مقام الجمع قارنك بصفات ذاته. وأبو القاسم النصرابادي كان شيخ وقته. سمعت الإمام أبا الحسن أبي إسحاق الإسرائيلي رحمه الله يقول لما قدمت من بغداد كنت أدرس في جامع نيسابور مسألة الروح، كنت أدرس في جامع نيسابور مسألة الروح، ده سيدنا الإمام أبو إسحاق الإسرائيلي، ده كان شافعي من كبار الشافعية وكان صوفي،
فكان بيدرس في مسجد نيسابور مسألة الروح، وأشرح القول في أنها مخلوقة، أصل في ناس كانت متصورة ونفخت فيه من روحي يعني من ذاتي، فقالوا أن الروح مخلوق قديمة، في ناس كانت معتقدة كده، ولحد دلوقتي في ناس متصورة كده، لكن هذا خطأ. الإضافة هنا إضافة تشريف، لا إضافة تبعيد وحلول، إضافة تشريف، أي روحي التي خلقته، فهمت إزاي؟ هذه المعنى. فهو بيدرس لهم بيقول إنها مخلوقة. وكان أبو القاسم النصرابادي اللي هو اللي كان بيقول الكلام الحلو بتاع الأفاد ده جالس بيسمع مين؟ سيدنا أبو إسحاق الإسرائيل، قاعدا متباعدا عنا يصغي إلى كلامي، قاعد بيسمع كلامي في إن الروح مخلوقة وأدلة إنها مخلوقة إيه وأقوال أهل العلم فيها إيه. فاجتاز بنا بعد ذلك يوما، وبعدين مر عليه بعدها بأيام، فقال لمحمد الفراء: اشهد اني اسلمت جديدا على يد هذا الرجل. يعني اول ما في يعني كان الاول عنده مختلطة، هل الروح مخلوقة ولا قديمة؟ كانت مختلطة. فلما سمع ادلة انها مخلوقة على يد سيدنا ابي اسحاق الاسرائيلي اعتبر انه اسلم اسلام جديد، فهم فهم جديد. الروح مخلوقة باجماع اهل السنة. طيب واحنا عارفين ان المخلوق اما جسم او جوهر او عرض، مش كده برضو؟ ما يتعداش الثلاثة دول. اي شيء مخلوق اما جسم او جوهر او عرض. طب تبقى الروح جسم ولا جوهر ولا عرض؟ ثلاث مزات، ثلاث مزات، كل دول اهل السنة. خد بالك الثلاث مزايد دي كلها اهل السنة. المذهب الاول هو جمهور المتكلمين، قالوا انها جسم، قالوا انها جسم، قالوا ان الروح دي جسم، ولكنه جسم لطيف، جسم لطيف يعني لا يرى بالحواس ولكن ترى اثاره، واستدلوا على جسميتها بعروجها وهبوطها، انها تعرج وانها تهبط، وانه ربنا وصفها بايه؟ بالحركة، والحركة صفة الاجسام، مش كده برضو؟ ده اول قول، اول مذهب. المذهب الثاني كثير من المتكلمين قالوا انها عرض، عرض تحل في الابدان فيظهر بها اثار الحياة، فاذا فارقته ضاع منها الحياة، وهذا القول اضعفها، هذا القول اضعفها. وقول معظم الصوفية انها جوهر وليست جسم، جوهر ليست داخلة في الجسم ولا خارجة عنه، بل متعلقة بالجسم، ليست داخلة فيه ولا خارجة عنه، ليست داخلة فيه بدليل ايه؟ انك لو قطعت اجزاء من جسم انسان لا تتأثر روحه، فيبقى ليست داخلة فيه. وانت بتشوف واحد يعمل له حادثة يقطعوا له دراعه ويقطعوا له رجله، وتلاقي ما حسش انه جواه حقيقته نقصت حاجة، هو يبص الجسد ويعيط بس، لا رجله مقطوعة مسكين، لا مش عارف، يقعد يعيط على جسده، لكن روحه هو هو ما اتغيرش. فقالوا لا 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 تدخل في الجسد، وفي نفس الوقت ليست هي خارجة عنه، لا داخلة ولا خارجة. وده ممكن؟ قال ممكن، هي الروح لا هي داخلة ولا هي خارجة. الكهرباء كده، عارف الكهرباء اللي بتمشي كده في السلك؟ لا هي داخلة ولا خارجة، لأن الكهرباء عبارة عن إيه؟ دي موجات إلكترونية، بتنشط لك الإلكترونات اللي جوه السلك نفسه، هي ملهاش دخل، ده هي بتيجي نبضة تروح هزالك الإلكترون ده، يروح الإلكترون ده زي اللي بعده، وده زي اللي بعده، وده زي اللي بعده، وده زي اللي بعده، جالك النور. فلا هي خارجة ولا داخلة. فهمت ازاي؟ اهي ربنا خالق لك حاجه اهو في الدنيا شايفها بعينك، لا هي داخل ولا خارج. فليه بقى مستعجب يعني ان الجماعه يقولوا لا هي داخله ولا هي خارجه؟ معلومه المكان. لا لها تعلق بالجسم. معلومه المكان. اه ما هو قل الروح من امر ربي، هي سر، هي سر. واذا امتزجت الروح بالجسد صارت نفسا. فهمت ازاي؟ اذا امتزجت الروح مع الجسد صارت نفسا. والنفس حياتها الشهوة والهوى، والروح حياتها موت النفس، لأن محلها القلب. يعني القلب إذا استقر فيه الهوى
والشهوة كانت نفس. فهمت ازاي؟ فإذا أمت نفسك بمخالفة الهوى والنفس، يعني قتلت نفسك، حيا قلبك. وكيف تقتل نفسك بالتوبة؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. شفت الآية؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. التوبة لا تكون إلا بقتل الهوى والشهوة. فلا تموت النفس إلا بقتل الهوى والشهوة. فإذا ماتت النفس بقتل الهوى والشهوة تكون تابت. فالتوبة حياة القلب، والقلب محل حلول الروح. فهمت المسألة؟ فإذا استقر القلب بعد ذلك وصفى تماما عن كل تعلقات خارجة، صار سرا، صار سرا، صارت الروح سر، ترجع لبارئها كما كانت سر. يسألونك عن الروح كل ايه؟ يعني سر، صح ولا لا؟ ادي معنى الكلام الصوفي. سيدنا جعفر الصادق هو اللي استدل من هذه الآية بهذا الاستدلال. اسألوا بقى. سيدنا جعفر الصادق قال: التوبة تقتل النفس، والنفس قتلها بمخالفة الهوى والشهوة. فإذا قتلت نفسك حيا قلبك، بقول الله عز وجل: فتوبوا إلى بارئكم واقتلوا أنفسكم. ادي كلام سيدنا جعفر. ايه يعني ما كل الايات ليها معاني صوفيه يا سيدي؟ ايه المشكله يعني؟ وليها معاني ظاهره شريعه في الشريعه. ما هو الشريعه دخلت في الحقيقه في ان واحد. انت ان دخلت في الحقيقه وجدت الشريعه، وان دخلت في الشريعه وجدت الحقيقه. فهمت ازاي؟ كالقشره واللب. فالقشره هي الشريعه واللب هو الحقيقه. بدات من اللب وصلت للقشره، بدات من القشره وصلت للب. هي لا تناقض، افهم. فاللي قالوا اقتلوا انفسكم يعني اقتلوا المرتدين منكم، هذا قال بالشريعه وقف على القشره. ولكن في الحقيقه ان الذين اتبعوا العجل اشربوه في قلوبهم، اي صار هوى عندهم. فهمت ازاي؟ فاشار اليها بهذه الاشاره اللطيفه. فحكمها في الشريعه القتل، وحكمها في الحقيقة القتل أيضا. والقتل يكون في الحقيقة بقتل النفوس اللي هي إراقة الدم، وفي السلوك بالتوبة وهو مخالفة الهوى والشهوة. سهلة؟ تمام. فقالوا يا سيدي إن الروح بقى، الصوفية قالوا إن الروح هي جوهر متحيز بغير تحيز، متحيز بغير تحيز معلوم، بدليل ان الانسان لما بينام روحه بتطلع، لكن حياته مستقرة في بدنه، بدليل قاعد ياخد نفس لكن روحه بتطلع. يبقى الروح مش هي وجودها هو اثر الحياة بالحقيقة، لا، ده الحياة حاجة والروح حاجة تانية. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منام. يعني اللي في المنام روحك بتطلع، بس بيفضل لها تعلق بالجسد مستقر، وفي نفس الوقت تعلقها ده جعل الجسد فيه أثر الحياة. فهمت ازاي؟ وبعدين لما ربك سبحانه وتعالى يريد لها انها في عمر يرجعها، مفيش عمر يقطع التعلق. يقطع التعلق، يقطع الكهرباء. ها؟ سبحانه وتعالى. سمعت محمد بن الحسين السلمي وقال لك ان ممكن جوهرين يخشوا ببعض. ما هو الجسد جوهر، الجسم جوهر والروح جوهر، ينفع يخشوا ببعض؟ قال لك اه ينفع. ما انت بتعمل ليمون، الليموناته تدوب السكر في الميه، والسكر جوهر والميه جوهر، وتحط عليها كمان جوهر ثالث اللي هو عصاره الليمون، ويدخلوا ببعض وتشربها أربعة. وانت كمان جوهر، يروح داخل الثلاث جواهر دي جوه جوهرك، وانت مكون من جواهر عديدة،
واخد بالك ازاي؟ وربنا يرزقنا بالجواهر المعاني الجواهر عشان نفهم. سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول، سمعت أبا حسين الفارسي يقول، سمعت إبراهيم بن فاتك يقول، سمعت الجنيدي يقول، متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير له لمن له شبيه ونظير؟ اللي بيقولوا ان الصوفية بيقولوا بالحلول، يجوا يقروا، يجوا يقروا عشان يفهموا، عشان تعرف ان هم بس بيتهموا الناس بالباطل. متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير له بمن له شبيه ونظير؟ يعني بنفي المعنى الحسي المكاني. يعني لما تقول فلان وصل الى الله، مش بالمعنى الحسي المكاني ولا بمعنى الحلول، اي وصل الى قربه، قرب المكانة لا المكان. فهمت ازاي؟ لانه لا اتصال ولا انفصال، لا اتصال ولا انفصال بالمعنى الحسي. متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير له بمن له شبيه ونظير؟ هيهات، هذا ظن عجيب، إلا بما لطف اللطيف من حيث لا درك ولا وهم ولا إحاطة، إلا إشارة اليقين وتحقيق الإيمان. إلا بما لطف اللطيف به من لطفه لوصولك إليه معرفة وتجليا، من حيث لا درك، يعني من حيث لا تدرك كيف وصل إليك هذا الوصول، أم كيف وصلت أنت إلى هذا الموصول. ولا وهم ولا إحاطة ولا إدراك لمن وصلت إليه، لا تدركه الأبصار ويدركه الأبصار، إلا إشارة اليقين وتحقيق الإيمان. ولكن المسألة بالإشارة وثبوت الإيمان في القلب. أخبرنا محمد بن الحسين رحمه الله تعالى قال، سمعت عبد الواحد بن بكر يقول، حدثني أحمد بن محمد بن علي البردعي قال، حدثنا طاهر بن إسماعيل الرازي قال، قيل ليحيى بن معاذ، أخبرني عن الله عز وجل، فقال إله واحد. فقيل له كيف هو؟ فقال ملك قادر. فقيل أين هو؟ فقال هو بالمرصاد. فقال السائل لم أسألك عن هذا، فقال ما كان غير هذا، كان صفة المخلوق، فأما صفته فما أخبرتك عنه. بيقول له أخبرني عن الله عز وجل، قال له إله واحد. كلام غلط ده؟ بالإجماع الحمد لله. فقيل له كيف هو؟ هو عايز يسأل عن الماهية، هو والشيخ فاهم، لكن الشيخ رد عليه بالصفات، لان الماهية غير معلوم. الصفات الشيخ فاهم، انت متفكرش ان الشيخ مش فاهم، لكن رده الى الصفات. سيدنا موسى لما سأله فرعون قال له ايه في سورة طه؟ ومن ربكما يا موسى؟ من؟ فيسأل عن الله، فسأل فأجاب بالصفات، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمه عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، إلى آخر الآيات. في سورة الشعراء قال وما ربك يا موسى، سأل عن الماهية، سؤال ثاني وما رب العالمين. يبقى سؤاله في الشعراء عن الماهية، وسؤاله في طه عن الصفات. ما هو فرعون ده كان راجل مثقف متعلم، كان راجل مش أي كلام كده هلفوت، لا ده كان متعلم عالم فعلا. إذا كان سيدنا موسى اللي اتربى في قصره علموه وطلع أعلم أهل عصره، قبل ما يبقى نبي كان أعلم أهل عصره بعلوم أهل عصره، سيدنا موسى اللي اتربى في قصر فرعون، فبقى فرعون نفسه يبقى إيه؟ كل علوم أهل عصره كانت عنده. فسأل مرة عن الصفات ومرة عن الماهية، مش كان راجل هلفوت، لا ده كان راجل فاهم هو بيسأل على إيه. فلما بيقول له وما ربك وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ بسألوا على الماهية يجاوبني على الصفات، بيفضح. فهمت ازاي؟ ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون لا يعي القول. أنا بسأله عن الماهية يجاوبني على الصفات. شفت بقى فرعون لئيم ازاي؟ عايز يفضح سيدنا موسى. يسألوا عن الصفات جاب على الصفات، سألوا عن الماهية أجاب بالصفات برضه، قال لهم شوف
في الاخر لما قال له ايه رب المشرق والمغرب ونوم ان كنتم مقيمين، قال لا فرد بي بقى، قال ان اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين، يلا انت مش نافع بقى، واخد بالك؟ ده في نظري، لكن هو كان نافع، واخد بالك ازاي؟ يبقى هنا الجدع ده جاي بيسال برضه زي فرعون بالظبط، بيسال عن الماهيه، فهمت ازاي؟ الشيخ لقطها على طول فجاوبه زي سيدنا موسى بالصفات، فهمت المساله بقى؟ فبيقول له ايه؟ اخبرني عن الله عز وجل، اي عن ماهيته، فهمت ازاي؟ فقال اله واحد، فقيل لو كيف هو؟ قال ملك قادر. فقيل اين هو؟ قال هو بالمرصاد. فقال السائل لما اسالك عن هذا، قال ما كان غير هذا كان صفة للمخلوق، فاما صفته فما اخبرتك عنه، فهمت؟ واخبرنا محمد بن الحسين قال سمعت ابا بكر الرازي يقول سمعت ابا علي الرذباري يقول كل ما توهمه متوهم بالجهل انه كذلك، فالعقل يدل على انه بخلافه، لان العقل يدل على ان الله ليس كمثله شيء، فاي شيء توهم يجي في عقلك فالعقل يقول ان الله ليس كمثله شيء، مستحيل يبقى كده. وسال ابن شاهين الجنيدي عن معنى معه فقال يعني الله معكم اينما كنتم، واخد بالك اللي هي معية الله، والله معكم اينما كنتم اللي هي ايه؟ معية الله، يعني المعية هنا معية تدل على ايه؟ على الظرفية يعني، وتدل على ايه بالظبط؟ فبيسألوا على مع، فقال مع على معنيين، مع الانبياء بالنصرة والكلاءة، قال الله تعالى انني معكما اسمع وارى، مع سيدنا موسى وهارون، يبقى بالايه؟ بالنصرة والكلاء والحفظ يعني. ومع العامة بالعلم والإحاطة، قال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يبقى هنا معية علم وإحاطة. قال ابن شاهين مثلك يصلح أن يكون دالا للأمة على الله. وسئل ذو النون المصري عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، اللي قلقاكوا قوي الوهابية أصلهم إيه؟ تف وتفة ومحدش عارف يمسحها لحد دلوقتي. امسحها بقى يا أخي، هتعيش طول عمرك تمسحها تعمل فيها إيه؟ طيب شوف لما سئل ذو النون المصري قال إيه بقى؟ الرحمن على العرش استوى، فقال أثبت ذاته ونفى مكانه، فهو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه كما شاء سبحانه. أثبت ذاته بقوله الرحمن، ونفى مكانه بدلالة العقل، لأن العرش مخلوق، فهمت إزاي؟ فإزاي يبقى حل في مخلوق أو على مخلوق؟ فالعقل قال بقوله على الرحمن أثبت ذاته، على العرش استوى، دلالة العقل نفت المكان لأن العرش مخلوق، فهمت المعنى بقى؟ فهمت كلام الشيخ؟ فهو موجود بذاته يعني قبل خلق العرش كما هو، والأشياء موجودة بحكمه اللي هو العرش وما سوى العرش، كله موجود بحكم الله كما شاء سبحانه. وسئل الشبلي عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال الرحمن لم يزل، يعني قائم قديم، يعني زي ما هو قبل العرش وبعد العرش كما هو، لا يتغير سبحانه. والعرش محدث، والعرش بالرحمن استوى. وسئل جعفر بن نصير عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال استوى علمه بكل شيء، فليس شيء أقرب إليه من شيء. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. استوى إلى السماء يعني إيه؟ يعني أصبح هو الآمر الناهي، فأمر ونهى فأطيع، يبقى الاستواء بمعنى التدبير، بمعنى الأمر والنهي، بمعنى أي حاجة تانية غير الجلوس والاستقرار، فهمت إزاي؟ ليه معاني كثيرة، ليه تاخده بالمعنى الحسي؟ فقال استوى علمه بكل شيء، فليس شيء أقرب إليه من شيء. وقال جعفر الصادق من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك،
إذ لو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا. وقال جعفر الصادق أيضا في قوله ثم دنا فتدلى، من توهم أنه بنفسه دنا جعل ثم مسافة، إنما التداني أنه كلما قرب منه بعده عن أنواع المعارف، إذ لا دنو ولا بعد. ثم دنا قرب مكانة فتدلى بأنواع التجليات، على القول إن التداني والقرب والبعد هنا بين الله ورسوله، وفي قول إنه بين سيدنا جبريل وبين رسول الله لا مانع من جعله على الجسمية لأن الاثنين جسم، لكن لو جعلت الآية هنا متعلقة بين الله ورسوله يبقى لازم تمنع المسافات والحلول. كان قاب قوسين أو أدنى، قلنا قاب قوسين قوسي الصفات لأن الصفات فيها المتقابلات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مهبط تجليات الصفات المتقابلات، ففي المعراج تجلى عليه بالذات أو أدنى. فهمت ازاي؟ ده معنى تاني برضه يحتمل، كل ده محتمل ما فيهوش مشكلة. إذ لا دنو ولا بعد يعني مكاني، لا دنو ولا بعد مكاني. ونقف على ورأيته بخط الأستاذ لأن هنخش في موضوع السحق والمحق والطمس، دي شغلانة تانية عايزين نبقى نتكلم فيها براحتنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمالك وعد كمالك. فين أخونا اللي بيعمل لنا مديح؟ طب في حد بيعرف يعمل لنا مديح؟ يلا حد يتطوع كده يكون حلو كده، كلكم حلوين، عايزين واحد أحلى. يلا واحد اثنين ثلاثة، مفيش. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكرنا وفن ذكرك الغافلون.